فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأوومايسيتس وعرفنا ان فيها كذا اوردر. خدنا اوردر سابروليجنياليس وخدنا فيها السابروليجنيا والاكليا وعرفنا الفرق ما بينهم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اوردر جديدة وهي البرينوسبراليس. البرينوسبراليس فيها كذا فاميلي هنعرفهم وهنعرف الكلاسيفيكيشن بتاعتهم، بس بداية لازم نعرف الجنرال كاركتر بتاعة الاوردر دي. اوردر برينوسبراليس معظم الفنجاي اللي فيها بتكون بارازايت، يعني عرفنا في الاول خالص بارازايت ان هي بتتغذى على الليفنج اورجانيزم، لكن سابروفايت معناه ان هي بتتغذى على بقايا الكائنات الميتة. فالاوردر دي معظم الفنجاي اللي فيها بتكون بارازايت على الهاير بلانت، وفيها بعض السبيشيز اللي بتسبب امراض. امراض زي ايه؟ في ليت بلايت اوف بوتيتو، في ليت بلايت اوف بوتيتو بيكون الشكل بتاعها بالمنظر ده، بتعمل المنظر ده في نبات البطاطس. وفي كمان بلو مولد اوف توباكو برضو بتسبب مرض على نبات التبغ. وفي الداوني ميلديو اوف جريب واين بتعمل حاجة كده شبه البودر على العنب وعلى الورق بتاع العنب كمان. دي كلها بعض الأمراض اللي بتسببها السبيشيس بتاعة الأوردر برينوسبراليس. في بعد كده هنشوف الكاركتر اللي بعد كده ان المايسيليوم بتاعتها بتكون نون سيبتيتد، وعرفنا قبل كده نون سيبتيتد اديناها مصطلح سينوسيتك، يعني المايسيليوم مش متقسمة، وكمان النيوكليس اللي فيها بتكون مالتي نيوكليتد وبتكون سكاترد، يعني منتشرة في المايسيليوم. بعد كده السيل وول بيكون او بيتكون من كومبلكس كيميكال ستراكشر زي البوليساكرايد والبروتين والليبيد والامينو اسيد والجلايكان والهيدروكسوبرولين. ده التكوين بتاع السيل وول، لان احنا عرفنا قبل كده ان في اوردر او كلاسز بيكون تركيب السيل وول فيها مثلا بيكون كايتين او بيكون سيلولوز. الكاركتر اللي بعد كده ان الاسيكشوال ريبرودكشن اللي بيكون في الاوردر دي بيتم عن طريق عن طريق تكوين سبرونجيا، ودي بتكون مختلفة في الشكل بتاعها. طبعا اختلاف الشكل بيكون على حسب الفاميلي اللي بتكون موجودة في الاوردر. فانا عندي في الاوردر دي فيها 3 فاميلي اللي هي البيسيسي والبرينوسبرويسي والالبيوجينيسي، هنعرف الكلاسيفيكيشن بتاعهم كمان شوية كده. فدلوقتي الاسكشوال ريبرودكشن في 3 فاميلي دي قلنا عن طريق الاسبرونجيا، ودي ليها اشكال مختلفة. فمثلا في حالة البيسيسي بيكون شكلها انفلاتد لوب، لكن في البرينوسبريسي بيكون اسفيريكال، وفي حالة الالبيجونيسي بتكون في شكل تشين، يعني بتكون شكل سلسلة. بعد كده كده خدنا شكل الاسكشوال ريبرودكشن في 3 فاميلي. بعد كده الاسبرونجيا دي بعد كده هيخرج منها الزوسبور. احنا عارفين طبعا ان الاسبرونجيا اللي هي معناها الحافظة الجرثومية بيكون جواها الزوسبور، بقى ممكن تكون ليها اشكال مختلفة على حسب كل كلاس طبعا، زي ما اتفقنا قبل كده في بداية معرفنا الكلاسيفيكيشن في الاول خالص. ففي الحالة في الاوردر دي هيخرج منها الزوسبور، والزوسبور هنا بتتميز ان هي بتكون باي فلاجيليتد، يعني بيكون عندها تو فلاجيلا، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الاوومايسيتس عندها باي فلاجيلا، يعني عندها تو فلاجيلا. الزوسبور بتكون بالشكل ده، تكون باي فلاجيليتد. بعد كده في برضو اختلاف في حالة الفاميلي الالبيوجينيسي، هنلاقي ان الجيرمينيشن بتاع الزوسبور بيحصل عن طريق تكوين الجيرم تيوب. فانا مثلا عندي دي الزوسبور، هلاقي هيتكون بعد كده جيرم تيوب بالمنظر ده ويحصل له جيرمينيشن. لكن في حالة البرينوسبريسي
وفي حالة البرينوسبريسي مش بيتكون، يعني مش بيحصل جيرمينيشن بالجيرم تيوب، لكن بتتكون الكونيديا، ودي هنشوفها وهنشوف شكلها لما نتكلم عن الفاميلي برينوسبريسي بالتفصيل، وهنشوف الكائنات اللي موجودة فيها والأمثلة اللي فيها. السيكشوال ريبرودكشن بقى، احنا كده خلصنا الاسيكشوال. في حالة السيكشوال ريبرودكشن بيكون اوغاموس طبعا، يعني بيكون عندي انثريديوم واوغونيوم، فهنا كل اوغونيوم بيكون فيها سنجل ايج، تمام. لكن في حالة البيسيوم زي ما اتفقنا من شوية ان انا عندي الاوردر دي فيها 3 فاميلي، فانا عندي في كل الفاميلي بيكون فيها سنجل ايج، لكن في حالة البيثيوم اللي هو تبع فاميلي بتيسي هلاقي ان الاوغونيوم والانثريديوم بيكونوا مالتي نيوكليتد، يعني ما فيهمش سنجل ايج واحدة، تمام. وطبعا لما بيحصل فيوجن ما بينهم هلاقي هيتكون اوسبور. الاوسبور ده اللي هو ناتج من الفيوجن ما بين الايج وما بين الميل نيوكليوس، وبعد كده هيحصل له جيرمينيشن عن طريق الجيرم تيوب او الزوسبور. ده كده كان الاسكشوال ريبرودكشن. هنشوف بقى الكاركتر اللي بعد كده. في بعض الكائنات اللي موجودة في الالبيوجينيسي واللي موجودة برضو في البرينوسبريسي بتكون اوبليجيت بارازايت، يعني عرفنا اوبليجيت بارازايت يعني ان هي ليها سبيسيفيك هوست، يعني ما تقدرش تعمل تطفل إلا على هوست معين، تمام. يعني والهوست اللي هي هتعمل عليه تطفل ده هتسبب له مرض، لكن لو عمل التطفل على كائن تاني مش هو الهوست بتاعها مش هتسبب له أي مرض، تمام. كده عرفنا ان الالبيوجينيسي والبرينوسبوريسي بعض الكائنات اللي فيها بتكون اوبليجيت بارازايت، يعني ليها سبيسيفيك هوست، لكن البثيسي بتكون فاكالتيتيف بارازايت مش اوبليجيت، تمام. يعني على اي كائن ممكن تكون بارازايت على اي كائن يعني، تمام. وكمان ممكن تكون سابروفايت، ده في حالة البثيسي. بعد كده في البايوتروفيك بارازايت. بايتروفيك بارازايت عرفنا قبل كده ان بما انها بارازايت ان الكائن بارازايت هيحتاج عضو معين علشان يقدر يحصل على الغذاء بتاعه او النورشمنت بتاعته من الهوست بتاعه. فعرفنا قبل كده العضو بتاع الاورجان اوف نورشمنت اللي هو الهستوريا، ودي شرحتها بالتفصيل قبل كده. المهم هنا يعني في البايتروفيك بارازايت الهستوريا بتتكون في الهوست سيل، ودي بتكون مختلفة في الشكل بتاعها، ممكن تكون سفيريكال او سلندريكال او برانشيد او لوب ديستراكشر، يعني بتختلف من حاجة لحاجة. طب انا كده اتكلمت عن الجنرال كاركتر بتاعت الاوردر دي اللي هي البرينوسبوراليس، وقلت من شوية ان هي فيها 3 فاميلي. 3 فاميلي اتقسموا على حسب ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل كلاسيفيكيشن قلت اهم حاجة لازم اعرف على اي اساس انا عملت الكلاسيفيكيشن ده. فانا عندي اوردر برينوسبوراليس انا قسمتها لثري فاميلي على حسب شكل السبرونجيوفور اللي هو الحامل الجرثومي، قسمتها لثلاثة فاميلي. اول حاجة البثيسي، بعد كده البرينوسبريسي، والالبيوجينيسي. ان شاء الله هناخد كل فاميلي بالتفصيل وهنعرف ازاي ان الاوردر دي اتقسمت على شكل السبرونجيوفور، لان هنعرف ان البثيسي ليها شكل، سبرونجيوفور ليه شكل مختلف عن البرونسبريسي مختلف عن الالبيوجينيسي. دلوقتي البثيسي اختصارا كده الكاركتر اللي بتميزها عن التو فاميليز التانيين ان هي بتكون نون اوبليجيت بارازايت، انا لسه قايله من شويه ان هي بتكون فاكالتيتيف، وممكن كمان تكون سابروفايت، يعني متطفلة أو مترممة على حسب بقى ما هي عايشة، تمام. بعد كده السبرونجيوفور بتاعها أو الكونوديوفور are undifferentiated from the mycelium، يعني هو أصلا مش جاي من المايسيليوم. برضه هنعرف إزاي أصلا إن بيحصل تحور أو بيحصل differentiation للكونوديوفور أو السبرونجيوفور وبيجي من المايسيليوم. فهو في حالة البثيسي هو أصلا مش جاي من المايسيليوم. البيريبلازم هنعرف برضو لما ناخد اللايف سايكل بتاعت البيثيوم او بتاع الفيتوفثر عامة، هنعرف ان البيريبلازم بيكون ثيل لاير او ممكن اصلا ما يكونش موجود،
يبقى البريبلازم thin layer or absent. الهستوريا في حالة البثيسي بتكون مش موجودة أصلا، ولو اتوجدت هتكون شكلها branched. تمام، مثال عليها في البثيسي هناخد مثالين اللي هو البثيوم والفيتوفثرا. كده اتكلمنا عن الجنرال كاركتر بتاعت اوردر برينوسبوراليس، وعرفنا الفروقات ما بين الثري فاميليز اللي فيها، وخدنا بس مجرد كاركترز معينة كده لفاميلي بثيسي. ان شاء الله المرة الجاية هناخد فاميلي بثيسي بالتفصيل، وهنتكلم عن اول كائن فيها وندرسه بالتفصيل. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق.